بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله النبي الهادي الأمين محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. النهاردة بناء على طلبات الأصدقاء ومواكبة مع التطور الرهيب في علم التسويق الرقمي الديجيتال ماركتينج، هنضيف أحد الفيديوهات الجديدة لحضراتكم، وهي كيفية الإعلان على جوجل أو جوجل أدس التي كانت تسمى في السابق جوجل أدواردز. في الحقيقة دي واحدة من أهم منصات التسويق الرقمي على مستوى العالم، لأنها نسبة نجاحها 100% في عملية الاستهداف الحقيقي للعميل. جوجل أدس حققت نجاحات كبيرة، لأن أولا نسبة الاستهداف عالية جدا جدا جدا، ده واحد، لأن لا يخلو مكان أو بيت أو باحث أو عميل إلا بيدخل على محرك البحث جوجل وبيستخدمه. اتنين، التكلفة قليلة جدا 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 مقارنة بمواقع أو منصات التواصل الاجتماعي. تعالوا بينا نبدأ مع حضراتكم هذا الشرح، أتمنى إن تعم الفائدة للجميع. ما ننساش إن إحنا قبل كده سبق إن إحنا شرحنا إزاي يتم الإعلان على الانستجرام، إزاي يتم الإعلان على الفيسبوك، إزاي يتم الإعلان عن طريق التيك توك، ازاي يتم الاعلان عن طريق سناب شات. مجموعه متنوعه، وان شاء الله هنختتم هذه المجموعه ب الاعلان على كيفيه الاعلان على اليوتيوب وحل اختبار مهارات التسويق الرقمي في نسخته الاخيره. تعالوا بينا نبدا مع بعض هذا الفيديو. في البدايه ندخل على حسابنا في جوجل عن طريق جيميل، دي واحد. اتنين، نستدعي محرك البحث جوجل، وفي خانة البحث نكتب اعلان او اعلانات جوجل او جوجل ادوارد او ادس دوت جوجل دوت كوم. هتظهر اول نتيجة اعلان بيديني فكرة عن جوجل، كانت تسمى فيما سبق جوجل ادواردز، وان ده منتج رئيسي للإعلان ومصدر رئيسي لدخل شركة جوجل، وحقق عوائد رهيبة جدا وفقا للإحصائيات في 2010 بلغت 28 مليار دولار. هنأتي الاختيار الأولاني أو العنوان ده اللي هو ads.google.com، هنضغط على أول اختيار بشرط إن حضرتك تكون دخلت على الجيميل الخاص بيك. طيب لو أنا ما كنتش دخلت على الجيميل، إيه اللي هيحصل؟ هيطلب منك إنك تدخل إيميل وتدخل باسورد خاص بيه الجيميل. فأنا قمت بإعداد هذه الجزئية فيما مضى. هنبدأ دلوقتي إزاي نفعل إعلانات جوجل مع حضراتكم. في البداية بيديك رقم للتواصل، ودي من أهم الأشياء اللي بتمتع بيها، إن في دعم خلال 24 ساعة وفي أي وقت، إنك تقدر من خلال إعلانات جوجل إنك تشوف الميزانية المناسبة بالنسبة لك، تحصل على مساعدة في حملة حملتك الإعلانية الأولى، تحصل على نتائج وإحصائيات. بيتكلم هو على ازاي تقوم بتنميه نشاطك التجاري باستخدام هذه الاعلانات، ويعرض لك اهم الافكار المتاحه وازاي تحقق طموحاتك وازاي تقدر تجذب الزوار الى موقعك او تتلقى مقالمات او الى خلافه. هنبدا دلوقتي نضغط على البدء الان، سواء من هنا او من هنا، هو اي واحده فيهم. هنبدا ندخل في منطقه او منصه الاعلان الفعليه بعد الضغط على البدء الآن أو start now. أول حاجة هيسألك ما هو هدفك الإعلاني؟ هل عايز تتلقى مكالمات أكثر عشان تتفاعل مع العملاء؟ هل عايز تحصل على مزيد من المبيعات والاشتراكات على موقعك الإلكتروني؟ هل عايز تقوم بجذب المزيد من الزيارات إلى هذا المتجر للاطلاع على بضائعك؟ هل عايز تزود الوعي بالعلامة التجارية باستخدام مشاهدات فيديو تكون أنت مجهزة؟ عندك أربع اختيارات، تمام؟ ده المعتاد، ولكن دعونا نختار حاجة أكبر من كده، وهنختار التبديل إلى الوضع المختص، تمام؟ يبقى ده أو المختصر، يبقى إما تختار التبديل إلى الوضع أو إنك تختار. إحنا هنختار دلوقتي التبديل إلى الوضع المختصر ونضغط عليها، فيديني بدائل أكتر من البدائل السابقة. يبقى إذا ما فيش فرق غير إن في زيادة عدد البدائل قدام حضرتك، لذلك إحنا بنحاول ننوع في طرق او في تحديد الهدف الخاص بالحمله الاعلانيه. اذا اختيار الهدف، اصبح هناك بدائل كثيره قدام حضرتك، اختر ما يحلو لك او الهدف اللي انت
تبغيه، تمام؟ انا هختار بعد الاطلاع على هذه الاشياء هختار انشاء حمله بدون تلقي ارشادات متعلقه بالهدف. ده هيوفر معاك عامل الوقت كبير جدا. يبقى انا دلوقتي ممكن اختار المبيعات، العملاء المحتمله للزياره في الموقع وخلافه، لكن انا هختار انشاء حمله بدون تلقي ارشادات، وبكده انت هتعتمد على نفسك. يبقى هنختارها. بعد ما تقوم باختيارها تظهر لك اختيار نوع الحمله، هنختار شبكه البحث بحيث حضرتك لما تبحث في جوجل يبقى هي اللي بيطلع عليها بحث ممول. تكتب ملابس يديك الخريطه ويديك اسماء اشهر المحلات الموجوده اللي بتستخدم جوجل كاعلان. الشبكه الاعلانيه اللي ديت بتكون حاجه اوسع واكبر، بتكون بتظهر عند حضرتك في المواقع او في المدونات او البروجرات في البلوجر، بيظهر ناحيه اليمين او الشمال او في الاعلى مع اصحاب هذه المواقع او المنتديات او المدونات اللي بيستعينوا بجوجل ادسنس للاعلان، او ان حضرتك تروج لفيديو او تروج لابلكيشن او تستخدم الترويج الذكي او اثناء التصفح. احنا هنختار شبكه البحث لان ديت هتساعدك في عرض منتجاتك في الوقت المناسب امام العملاء اللي لديهم نيه كبيره بالشراء. ما فيش حد هيخش على جوجل محرك البحث جوجل وبيبحث على حاجه الا اذا كان عنده الرغبه الاكيده للتعرف على هذا الشيء وشراؤه، تمام؟ فهنختار شبكه البحث. بعد ما نختار نوع الحمله شبكه البحث هنتحرك لاسفل. هنتحرك لاسفل عندك ثلاث اختيارات يرجى اختيار النتائج. ايه هو الهدف انت عايز ايه؟ برضو دي بتساعدك في تحديد الهدف، بتساعدك في عمليه الاستهداف. هل انت عايز زياده زيارات للموقع، مكالمات هاتفيه، عمليات تنزيل تطبيقات؟ لا، احنا عدينا هذه المرحله لان الثلاث اختيارات دول كانوا موجودين في البدايه. ثم بعد ذلك نضغط على المتابعه. نستكمل مع حضراتكم. بعد ذلك يتم الانتقال الى هذه الصفحه. احنا النوع قلنا خلاص بحث مفيش مشكله. بتكتب اسم الحمله، تكتب اسم الحمله باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه زي ما حضرتك عايز، ولو هنسميها مثلا حمله رمضان مثلا اسم. بعد ذلك هتختار الشبكات اللي هيتم الاعلان عنها. احنا لا نفضل ان قوم بالغاء التنشيط سواء على شبكه البحث او على الشبكه الاعلانيه عشان نركز. احنا عايزين نوصل لمين؟ هنوصل من خلال اللي بيدخل على موقع او محرك البحث جوجل ويكتب اسم ملابس، منسوجات، كوره، مش عارف، تبدا في نتائج البحث الاولانيه ديت هتوصل انت للجمهور المستهدف بكل سهوله. اما شركاء جوجل دولت لو شركه جوجل متعاقده مع بعض المواقع الاخرى لعمليات البحث احنا مش عايزينها لان احنا بنحدد الاستهداف، فيفضل انك انت تلغي علامة الصح الموجودة هنا. بعد ذلك هندخل على المواقع. انت عايز انهي موقع؟ هل جميع البلدان والاقاليم؟ هل مصر؟ هل ادخال موقع اخر؟ هل خيارات الموقع الجغرافي؟ ولكن ادخال موقع اخر، تمام؟ ما هوت ونيجي هوت ندخل الموقع المستهدف وليكن مثلا كفر الشيخ. ادي كفر الشيخ، ناخد كفر الشيخ كمحافظة ونقول هو ده الهدف اللي احنا عايزينه، تمام؟ اهوت. يبقى احنا كده اضفنا كفر الشيخ كمحافظه، هنوصل الى 1,060,000، تمام؟ ممكن ندخل كمان حاجه ثانيه، ندخل محافظه البحيره، او ندخل يعني ممكن تدخل دوله، او ممكن تدخل اسم محافظه، او ممكن تدخل اسم مدينه. هنا اهوت ادي البحيره كمحافظه ونقول له ده الهدف. اصبح عندنا دلوقتي احنا عندنا البحيره وكفر الشيخ دولت المستهدفين بالنسبه لي. لو عايز تدخل استبعاد تعمل الاستبعاد، عايز تستبعد منطقه داخل المحافظه يبقى في خانه ادخال موقع الاستهداف او الاستبعاد تبدا تكتبها. بعد ذلك اللغات الموجوده عندي اللغه العربيه واللغه الانجليزيه، دول اللغات المستهدفه. عايز تضيف لغات ثانيه اضغط في هذه الخانه. يبقى دي اللغات، شوف كده اللغات الموجوده دي اللغه العربيه، اللغه العربيه هي الموجوده. نضيف لغه اخرى مع اللغه العربية وليكن اللغة الإنجليزية بحيث نشوف برضه هنا هو ندور اللغة الإنجليزية. يبقى احنا عندنا اللغة العربية واللغة الإنجليزية اللي هي لغة الموقع، هي دي اللغة اللي احنا عايزينها. يبقى هم دولت اللغات. إذا كان
اللي بيقوم بعمليه التصفح بيستخدم جوجل، فهيعرض الواجهه بتاعته باللغه العربيه او اللغه الانجليزيه. بعد ذلك هنتكلم على الميزانيه، كلما زادت الميزانيه كلما زاد المستهدف. هنا ضغطنا على العمله، على العمله هنبدا نضغط على الميزانيه، وليكن يوميا مثلا ب 100 جنيه، 100 جنيه حلو قوي مع حضراتكم، وبناء عليه هيزيد عدد، لو زودت ال 500 هيزيد عدد الاستهداف وهكذا. بعد ذلك هنتكلم على ازاي تقدر تفعل هذه الحمله، دي بتكون عن طريق النقر، وده الوضع الافتراضي بالنسبه لنا، وده افضل حاجه اللي هي النقرات بدل نسبه ظهور الاعلان. يبقى لما بيضغط على الاعلان الخاص بيك او على الرابط الخاص بيك تبدا تحاسبه هذه الجزئيه بدل ظهور الاعلان، تمام؟ وممكن تقوم بتحديد حد اقصى. بعد ذلك هنتكلم على لو عايز تضيف روابط لعمليه الاعلان، لو عايز تضيف وسائل شرح، لو عايز تضيف رقم تليفون، عايز تضيف رقم تليفون بحيث ان يظهر جنب الاعلان رقم التليفون يتصل بيك، فبتحدد الدوله وبتكتب رقم التليفون وبتفعل هذه الميزه. بعد ذلك هنضغط على حفظ ومتابعه. ننتقل الى الخطوه الاخيره في اعداد حمله اعلانيه باستخدام جوجل. ثم بعد ذلك بتحدد اسم المجموعه الاعلانيه، سميها المجموعه الاعلانيه الاولى، او ان حضرتك تديها اسم هذا متاح بالنسبه لحضرتك، تمام؟ بعد ذلك هنتكلم على الكلمات المفتاحيه. ممكن حضرتك تدخل موقع ويب، ممكن حضرتك تدخل الخدمات، لكن انا اللي يهمني نهايه اللي هي الكلمات الدلاليه او الكيوردز. هنكتب مثلا ملابس، منسوجات، منسوجات موضه، الكلمه ومرادفاتها، ماشي؟ هنكتب باللغه الانجليزيه مثلا وير كلوز فيشن، زي ما حضرتك عايز، تمام؟ يبقى ديت الكلمات المفتاحيه اللي من خلالها يتم الوصول. في هذه اللحظه بيبدا يديك تقديرات يوميه، ادي عدد النقرات في اليوم هتجيلك 49 نقره، التكلفه 100، متوسط التكلفه بالمصري 2 جنيه و5 قروش، وادي البيانات الخاصه بيك. ثم بعد ذلك هننتقل الى حفظ ومتابعه. لو عايز تعمل حمله اعلانيه او مجموعه اعلانيه اخرى تقدر تضغط على مجموعه اعلانيه جديده. هنضغط على حفظ ومتابعه مع حضراتكم. ننتقل الى الخطوه التاليه. في الخطوه التاليه حضرتك بيديك ارشادات انك يجب انك تضيف عنوان اخير، لان ده هيزود قوه الاعلان عشان يكتمل معاك. فبنيجي في خانه نهوت رابط العنوان، تيجي كاتب رابط العنوان بتاعك اهوت https://www. ولازم يكون عنوان حقيقي، انا هكتب بس اي عنوان مع حضراتكم للتجربه، تمام؟ لان مفيش النهارده حد ما عندوش عنوان. بعد ذلك ادي بتبدا تكتب العناوين، العنوان الاول والعنوان الثاني بحيث انه ما يقلش عن 8 وما يزيدش عن 30، وفي ده اختياري. بتكتب العنوان زي ما حضرتك عايز، بتكتب الوصف، والوصف ده مهم جدا لان هو اللي هيظهر على الاعلان، والوصف ده بيوضح فكرة الموقع او الهدف من الموقع. حضرتك بتكتب وصف، ويكون وصف تكتبه بعناية شديدة جدا، تمام؟ ثم بعد ذلك خلصت هذه البيانات تقول له تم، وبعدين حفظ ومتابعة، بيديك ملخص، بيديك ملخص. ننتقل الى الخطوة التالية. في الخطوة التالية اللي هي تأكيد معلومات الدفع، اللي هي الفوترة، تأكيد معلومات الدفع اللي هي الفوترة، ودي الخطوة الأخيرة. بتحدد الدولة اللي انت هتدفع من خلالها، بتحدد المنطقة الزمنية، رمز ترويجي، والرمز ده بيتبعت لحضرتك ممكن توزعه على أصدقائك، وبتقول له أنا عايز نصائح بحيث انه يمدك على الإيميل بالنصائح والعروض الترويجية والاستطلاعات، أو أنا لا أريد، بتختار واحدة من الاثنين، ثم البيانات، ثم طريقة الدفع، طريقة الدفع الخاصة بحضرتك. ادي تفاصيل البطاقة والعنوان وطريقة الدفع، ثم تضغط على ارسال. اعتقد بكده احنا انجزنا هذا الموضوع بكل التفاصيل، واتمنى لكم التوفيق. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.